السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل محشي كوسة وفلفل وبتنجان، ان شاء الله يعجبكم. هنقول مقاديره ايه؟ طبعا معايا الكوسة والبتنجان والفلفل، اي كمية انت عايزاها، ومعايا بصل مفروم، ومعايا طماطم معصورة ومخلوطة في الخلاط بس بقشرها من غير ما اصفيها، ومش خلطها قوي، يعني نص خلطة كده. معايا حلة على النار هحط فيها معلقة كبيرة سمنة، انا حطيت فيها حتة سمنة بلدي كده صغيرة، واحط بقى سمنة عادية، سمنة نباتي يعني، وهحط عليها حبة زيت. محشي البتنجان والفلفل والكوسة من الحاجات اللي بتحتاج، يعني بتحب الزيت كتير، غير محشي الكرنب نحط له حبة زيت صغيرين، لكن دي من اللي بتحب، يعني من الحاجات اللي بتحب الزيت كتير. السمنة تسخن بس كده، خلاص السمنة سخنت ساحت خالص. هعمل ايه؟ هنزل عليها بعصير الطماطم التقيل، وهسيبها لما تغلي شوية هنزل عليها البصل. بصوا حبايبي، التسبيكة غليت، هنزل عليها بالبصل. الطماطم بتاعتنا غليت اهي، اللي احنا حطينا لها السمنة والزيت، هنزل عليها بايه؟ بالبصل. التسبيكه دي تنفع لجميع انواع المحشي، عملناها قبل كده في محشي الكرنب، لان هي البصله متحمره ولا حاجه، يعني تعتبر ني في ني برضو، بس ايه، مسبكين الطماطم بالبصل وهو ني، فتنفع لجميع انواع المحشي. انا كده حطيت البصل خلاص عليها، البصل المفروم، وهسيبها بقى تغلي وتتسبك على مهلها. اول لما تغلي غلوتين ههدلها النار واغطيها واسيبها تتسبك على مهلها، واوريها لكم في الاخر. دلوقتي حبيبي بعد ما التسبيكه خلصت معايا اهي، انا طفيت عليها خلاص. بصوا اهي، بصوا جميله ازاي. اهم حاجه تعمليها على نار هاديه خالص، وما تستعجليش عليها، وتقلبي فيها من حين للتاني كده علشان ما تشطش منك من القعر. بصوا جميله ازاي، تسبيكه تنفع لجميع انواع المحاشي. دلوقتي حبايبي اوريكم هنقور البتنجان ازاي. انا قورت جزء وسبت لكم كام واحده كده عشان اوريكم نقورهم مع بعض ازاي. بصوا، نقطع طبعا البتنجان كده من هنا، نوريكم كم واحدة بس كده، نقطعهم من هنا. انا جايبة كذا نوع بتنجان، اللي هو الموف ده اللي بيقولوا عليه مخدد، والابيض، وبتنجان اسمر كمان. الجو عمال يعمل رعد وبرق، وربنا يسلم، النهارده يوم صعب اهو. بصوا هنعمله ازاي بقى، هنمسك البتنجانيه كده على الرخامه، وبطن ايدينا كده ندعكها بس بالراحه، مش قوي يعني، عشان تبقى سهله معانا في التقوير. بسم الله الرحمن الرحيم، انا قورت طبعا جزء كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، كده نمسك البتنجانيه ونخلي المقوار في نص البتنجانيه كده. بصوا كده نلفها كده بشويش اهو، بصوا كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، وندخلها بقى ونبتدي ايه، نقور على طول. بصوا البتنجانية من جوه، بصوا جميلة ازاي. نعمل واحدة تاني، نعمل واحدة من المخددة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا نحاول نسد الأول، نشيل الزيادات اللي في البوز بتاع البتنجانية كده عشان يبقى سهل معانا. بصوا اهو، بصوا بمنتهى السهولة اهو.
ننضفها وما نخليش فيها اي حاجه. بصوا نعمل واحده من السمره كده. اوريكم كمان تقوير كده كام واحده كوسه. بصوا برضو بنشيل بتاع منها كده، ولو في اي حاجه من في القعر بشيلها وبعمل لها كده زي ايه خرابيش كده بالسكينه المشرشره كده. انا غسلها طبعا كويس جدا، نقعتها في ميه الاول وخل وغسلتها كويس جدا بعد ما نقعتها، عشان الكوسه من الحاجات اللي بتبقى فيها رمله يا جميعا، فلازم ايه تتنقع في ميه وتتساب شويه. بنقور كده اهو حبايبي اهو. بصوا برضو زي البتنجان في نصها كده، نشيل حته من قدام بس الكوسه ما نخليهاش يعني خفيفه، ما نقورهاش او ما نشيلش من اللحم بتاعها كتير، لا عشان ما تيجي تسويها ما تتفتحش منك وتتهري. بصوا اهو ننضف من تحت كده الاخر بتاع الكوسايه. بصوا اهي زي الفل، ولسه كمان ايه هنغسل طبعا ده كله، لازم هيتغسل كويس جدا تاني. بصوا انا بشيل الفلفل ازاي، بصوا حبايبي بتك على العنقود بتاعه ده كده، بتك عليه كده بصباعي اهو. بصوا بس طبعا اعمليه بشويش اهو من كذا ناحيه من كل الناحيات واشده كده اهو. بصوا منتهى السهوله اهو، بصوا ازاي سهل خالص. الواحد تاني كده مع بعض، بصوا ندوس هنا كده، بصوا بصباعي، بصوا اهو، بصوا حبايبي الطريقه دي جميله جدا اهي. بصوا لو في اي حاجه طبعا جوه بذره ولا حاجه بننضفها. بصوا هو كده كده احنا هنغسله طبعا كويس جدا. بصوا جميل ازاي، انا كده وريتكم ازاي بنقور البتنجان والفلفل والكوسه، وانا هكمل بقيه الكميه بقى ونشوف هنحشيهم مع بعض ازاي. ودلوقتي حبايبي بعد ما خلصنا عملت التسبيكة، قورت البتنجان وقطعت الخضرة وقسمنا الرز وكل حاجة تمام اهي، هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنعمل الخلطة بتاعت المحشي. بصوا انا غسلت طبعا البتنجان والكوسة والفلفل، كل حاجة غسلها كويس جدا. اهي التسبيكة اللي سبكناها سوا. هنعمل ايه بقى؟ هحط الرز غسلينه ومصفينه، ده كيلو ونص رز. انا بحط لكل كيلو رز كيلو، يعني من كيلو ونص طماطم لاتنين كيلو على حسب الطماطم حمرا ولا مش حمرا ماشي. واحط الخضره، انا حاطه هنا من كل حاجه شبت كزبره بقدونس. المحشي من الحاجات اللي بيحب الخضره كتير والبصل كتير، يعني ما تستكتروش الخضره والبصل ابدا على المحشي. هعمل ايه بقى؟ احط التوابل بتاعتي. معايا ايه توابل؟ المحشي زي ما قلنا قبل كده ما بيحبش التوابل الكتير، المحشي بالذات الكرنب والفلفل والكوسه والحاجات دي ما بيحبش التوابل الكتير. انا عندي نص معلقه شطه كده، ان احنا ما بنحبش الحاجه حاميه يعني عشان الولاد، بس اللي عايز يحط طبعا شطه حاميه يحط. ومعايا معلقه كمون، معلقه صغيره كده، ومعايا معلقه يعني صغيرة بس مليانة كده فلفل أسمر. هنحط بقى الملح بتاعه، الملح المناسب للمحشي بقد كمية الرز اللي انت حطاها تملحي الايه المحشي بتاعك، وهنقلبه كويس جدا. خلاص
حبايبي انا عملت الخلطه وقلبتها كويس جدا. اول حاجه هحشي البتنجان، بصوا كده امسك الصوبه واحشيه. نصه بتنجان نحشي كده، ما نكبسهوش عشان لو اتكبس الرز اللي فيه مش هيستوي، وكمان هيطلع يعني مكتوم كده. بصوا البتنجانيه، بصوا بدخل صبعي بيدخل لغايه جوه، بصوا فاضيه يعني نحشي نصها كده. بصوا اهي، بصوا مش مليانه، بصوا طريه يعني مش مكتومه ازاي. لو كتمتيها هتعمل ايه؟ هتلاقيها من جوه الرز كده تحسيه محبب، وهتلاقيه مش حلو. البتنجان نفسه كده تيجي تاكليه كده تحسيه مش طعمه حلو. البتنجان ما يتحشيش قوي زي الممبار كده، الممبار لو حشيناه قوي بيبقى مش كويس، بيبقى مش حلو. بصوا في فراغ قد ايه، بصوا عقلة صبعي كلها بتخش واكتر كمان اهو، ما نكبسهوش. اعمل معاك واحده كمان. بصوا الصبعي داخل لغايه فين، بصوا البتنجانيه فاضيه ازاي. البتنجان لو اتكبس هيطلع وحش جدا معانا. بصوا اولا فاضي ازاي، بصوا وبصوا بقى بيدخل لغايه فين، بصوا اهو. طبعا اي زيادات فيه بنشيلها كده بايدينا عشان يبقى ما فيهاش اي زيادات. انا هكملهم كلهم بنفس الطريقه ديت وارجع لكم دلوقتي. حبايبي بعد ما حشيت البتنجان كله خلاص، عندي بقيه الخلطه بقى هعمل ايه؟ هحط لها معلقه كبيره كده توم واقلبها كويس عشان احشي بيها الكوسه والفلفل. والكوسه بتحب التوم في الخلطه بتاعتها غير البتنجان وغير الكرنب، والفلفل طبعا بيحب التوم. اقلبها كويس جدا واحشي بيها. دلوقتي حبايبي بعد ما قلبتها نحشي بقى الكوسه، سهله جدا برضو زي ما حشينا البتنجان. متحاوليش تكبسي اي محشي وانتي بتحشيه علشان الصوبع الرز طبعا عايز مساحة علشان يتملى فيها، لان الرز بيزيد. فانتي لو كبستيه خالص ومليتي الصباع هيزيد ازاي؟ فين المساحة اللي هيزيد فيها؟ هيطلع الرز بره الحلة، وممكن كمان الرز يحبب ما يستويش. ولو كوسة مثلا ممكن تفرقع اهي، بصوا فيها فراغ كبير كمان. نحشي واحدة كمان. طبعا احنا غسلين المحشي البتنجان والفلفل والكوسه دي بعد ما قورناهم، غسلناهم كويس جدا، غسلناهم قبل ما نقورهم وغسلناهم بعد ما قورناهم. احنا حاطين في الخلطه معلقه سكر في التسبيكه واحنا بنسبكها. انا نسيت اقول لكم، انا حطيتها ونسيت اقول لكم، انا حطيت معلقه سكر. اي حاجه فيها طماطم بتتسبك بنحط لها معلقه سكر. نحشي الفلفل كمان. ندخل كده عشان الفلفل بيبقى فيه حتت رفيعه كده ما بيوصلهاش الرز، ندخل فيها وبرده ما نملهوش قوي عشان طبعا الرز لسه هيزيد، فعشان ما يطلعش بره اهو. بصوا نحشي واحد تاني. طبعا انا هسوي ده كله في حله واحده، هياخد نفس التسوية على فكرة، يعني البتنجان والفلفل والكوسة هياخدوا نفس الوقت في التسوية، ما تقلقوش خالص. بصوا حبايبي انا هكملهم كلهم بقى وارجع لكم نسويهم مع بعض.
دلوقتي حبايبي بعد ما حشينا كل المحشي بتاعنا اهو، هنعمل ايه بقى؟ هنرصه في الحله. بصوا هنرصه ازاي كده، هي الحله بتاعتنا ما غسلناهاش ولا حاجه، مطرح المحشي عادي جدا. هنجيب ايه؟ البتنجان كده، نجيب البتنجان بتاعنا كده. بصوا هنرصه واقف كده، بصوا حبايبي واقف كده، رب تكون الصوره واضحه اهو، واقف كده. مش هننيمه لان لو نيمناه هيشرب ميه، هيشرب من الشوربه بتاعته وهيعجن وهيبقى وحش جدا. بصوا هنرصه كده اهو، بتنجان لسه فيه بس صغير خالص، فانا هرص كده الكوسه كده كده. هناخد بقى الفلفل كده نوقفه. اهم حاجه ما تنزليش الحله، لو نزلتيها كل ده هيقع. لو مش قادره تسنديها بايدك حطي تحتيها حاجه كده تميلها بيها، تميليها بيها. بصوا خلاص كده اهي، كل ده بنعمل المحشي على الضلمه، النور قاطع. ان شاء الله يطلع حلو وان شاء الله يعجبكم، ان الجو ده بجد كان لازم حله محشي كده. بصوا بقى اللي هيفضل معانا هنحطه فوق المحشي كده، ما تخافوش هيستوي كله، ويمكن كمان هيبقى طعمه احلى من اللي محطوط في الحله نفسه اللي موقفينه، لان بيستوي على البخار اللي بيطلع من ايه، من المحشي. بصوا متقلقوش خالص، حطوه كده بس حاولوا ايه طبعا تحطوه في الحتت الواطيه اهو. بصوا كده جميل اهو، الحله اخدتهم كلهم عادي خالص خالص اهو. طبعا احنا منيمينه فوق لكن ما نيمناهوش تحت، لان ده مش هيجي عليه الميه، الميه مش هتوصل لغايه فوق. لكن لو احنا كنا نيمنا المحشي كله بالطريقه دي تحت في الارضيه وحطينا عليه الشوربه، كان هيبقى عجينه وكان هيبقى وحش وهيتفتح مننا وحش جدا. يلا بقى بينا على البوتاجاز، عندنا الشوربه غاليينها ومظبطين الملح بتاعها، وهي طبعا الشوربه انا عاملاها بشوربه لحمه، انا بحب المحشي الفلفل والبتنجان والكوسه بشوربه اللحمه، وبحب الكرنب بشوربه الفريخ، بيبقى طعمه احلى بكتير جدا. طبعا كل واحد وذوقه، اللي عايز يعمله بشوربه فراخ يعمله، اللي عايز يعمله بشوربه لحمه يعمله، الاكل اذواق. تعالوا بقى بينا على البوتاجاز، انا غاليه الشوربه ومظبطه الملح بتاعها، وهي طبعا فيها كل التوابل، واحنا عاملين شوربه اللحمه بطريقه حلوه قبل كده مع بعض. يلا بينا بقى عشان نحط له الشوربه بتاعته ونسويه اهو. حبايبي المحشي معانا، هصب بقى عليه الشوربه بتاعتنا. بصوا شوربه مغليه ومظبطين الملح بتاعها، اللي عايز يحط مرقه دجاج يحط، بس هي الشوربه يعني احنا عاملينها كويسه جدا فمش محتاجه يعني. بصوا الميه في المحشي لغايه اهي تحت الصوابع، بصوا اهي، بصوا الشوربه تحت الصوابع مش مغطيه صوابع المحشي، يعني بالظبط يعني لغايه هنا كده في الحل. انا بقى خلاص كده حطيتها على نار عاليه وهسيبها تغلي. ودلوقتي حبايبي اهو بعد ما المحشي غلي، بصوا غلى كده كذا كذا غلوه، غلى معايا كام غلوه كده، هعمل ايه؟ ههدي النار خالص. بصوا هديت النار خليتها ايه، بصوا حتى وقف اغلى ازاي، خليت النار يعني اقل من الوسط شويه كده، وهغطيه وهسيبه بقى لما يستوى خالص، وما يستوى مش خالص. ودلوقتي حبايبي بعد ما المحشي خلص معانا، يا رب تكون طريقتي في المحشي عجبتكم. دلوقتي بصوا نفتح كده واحد معانا عشان تشوفوه، هو طبعا سخن لسه نازل من على النار. بصوا الكوسه مستويه ازاي، كلهم اخدوا نفس التسويه مع بعض، البتنجان والكوسه والفلفل كله نفس التسويه، متقلقوش اعملوا كله في حله واحده متقلقوش. بصوا الرز بتاعه مفلفل ازاي جميل، مش معجن ولا اي حاجه. بصوا بصوا كمان الفلفل، بصوا الرز مفلفل ازاي، بصوا الرز مفلفل خالص مش معجن. ناخد واحدة بتنجان شوفها اهو، كلهم استووا نفس التسوية مع بعض اهو، كلهم مستويين، ثلاث انواع بتنجان مستويين زي بعض بالظبط. بصوا بصوا الرز مفلفل خالص. يا رب تكون طريقتي في المحشي عجبتكم. المحشي ده بعد ما يستوي بالذات الكوسه، لو حتى لو هنعمل كوسه لوحدها او عاملينها مع بتنجان وفلفل زي كده،
بعد ما تستوي لو احنا مش هنقدمه على طول مش هناكله على طول نعري غرطة الحلة ما نخلوش مكتوم عليها عشان الكوسة ما تتفتحش مننا، نسيبها متعرية شوية علشان الكوسة تفضل محتفظة زي ما هي كده وما تتفتحش ولا تتهري مننا. لكن لو هنقدمه على طول خلاص. يا رب تكون طريقتي في المحشي عجبتكم، ويا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.